السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحط طبقين بمقارنة من مطبخين مختلفين، المطبخ السوري والمطبخ العراقي. مكونات الطبقين متشابهين لكن الطعم مختلف، ورح أقدم بجانب كل طبق الخلطة اللي بتتقدم معه بالعادة. مقادير تتبيلة لحم الكباب العراقي: كيلو لحم غنم ويكون نسبة الدهن فيها عالية، وعندي لحمة عجل ربع كيلو، وعندي كمية بسيطة 100 جرام تقريبا من الدهنة، بصلة صغيرة مفرومة ناعم أو مبشورة، معلقتين طحين، فلفل أسود، ملح وبقدونس مفروم. نضج المكونات مع بعض. أول شي رح أحاول دخل كمية الدهنة بكل كمية اللحم اللي موجودة عندي. أضيف البصلة والبقدونس، ملح حسب الرغبة، الفلفل الأسود والطحين. رح أمزج المكونات كلها مع بعض. بعد ما تبلت اللحمة رح غطيها وأتركها بالبراد نص ساعة حتى تتماسك مع بعضها. بعد ما ريحنا اللحمة بالبراد وحميت الفرن على درجة حرارة 250 رح أبدأ بتشكيل الأسياخ. رح استخدم المعلقة الخشب حتى شكل عليها أسياخ عريضة، وعندي هون استعين بمي باردة. بعد ما خلصت تشكيلهم رح دخلهم على الفرن على الرف الوسطاني، وبيحتاجوا ربع ساعة أو 12 دقيقة لربع ساعة ماكسيموم. يعني أدير الخلطة اللي بدنا نقدمها مع الكباب العراقي. عندي بصلة مقطعة، مو ضروري أبدا أنه تكون قطعة صغيرة، أي حجم ما بتفرق. فلفل أي نوع كمان موجود، طماطم، نص ليمونة، معلقة معجون طماطم والسماء، ملح، دبس الرمان، زيت نباتي، وعندي هون فلفل أسود، وعندنا خبز العراقي اللي هو خبز التنور. أنا عملته على طريقة الفرن، إن شاء الله بترك لكم الرابط بصندوق الوصف. بالمقلاية رح ضيف شوية زيت نباتي، رح حط معلقة معجون الطماطم، رح ضيف الخضار وقلبها. نضيف الملح والسماء ورشة فلفل أسود، ونضيف عصر نص ليمونة، كمية من دبس الرمان. بتركها على نار هادية كتير لمدة 3-5 دقايق. رح مد الصلصة اللي عملناها. مقادير تتبيل لحمة كباب السوري: عندي كيلو لحم غنم عادة بناخده من الفخد، وعندي 50 جرام دهنة، ملح، بابريكا، وعندي 7 بهارات وفلفل أسود. رح ضيف البهارات اللي عندي وامزجهم مع اللحمة. بعد ما مزجت اللحمة مع البهارات رح غطيها واتركها بالبراد لا تتماسك كمان شي نص ساعة. بعد ما ارتاحت عنا اللحمة رح ابدأ بتشكيل اسياخ الكباب السوري. انا استعنت هون بمجموعة من الاعواد الخشبية حتى اعطيه كثافة شوي اسمك وتتفرغ عندي اللحمة من الداخل، هيك عملية الاستواء بتكون اسرع. رح بللهم بشوية مي باردة عادي. بعد ما شكلت الأسياخ رح دخلهم على الفرن الحامي درجة حرارة 250 من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. مقادير الخلطة اللي بتتقدم مع الكباب السوري: بنحتاج بقدونس مفروم ناعم، بصل مقطع جوانح صغيرة، وفلفل حسب الأنواع اللي موجودة عندكم مقطعة صغيرة،
طماطم مقطعة صغيرة، ليمون مقطع صغير، معجون الفلفل، ملح وسماء والخبز العربي. وطريقة تحضير هذا النوع من الخبز رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف. رح ضيف المكونات كلها. اللي بيعطيه نكهة طيبة لهالخلطة هو السماء. رح ادهن السطح الخبز بمعجون الفلفل. رح ضيف شوي من الخلطة اللي حضرناها. هلأ كخطوة اختيارية أنا رح أعمل عملية تدخين للكباب. حاطة فحم على النار، فحم هو سريع الاشتعال، رح ضيفه وحطه بالقصديرة وحط عليه شوية زيت ورح غطيه مدة 3-4 دقايق بشكل محكم كتير. أطباقنا صارت جاهزة، شاركوني بالتعليقات وصفة أي مطبخ برأيكم هي الأطيب. المقادير بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو إذا حبيتوه والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. صحة وعافية.